رايحة؟ صار له وقت طويل ولهلأ ما رجعت، وهلأ خالي وفيكرانت راحوا لهنيك. ماشي، وأنا لحق. أنا رايحة وأنا استنى. شالو، ما حدا لازم يروح، خالي منع الكل يروح لهنيك. بس هي بتكون أختي. شالو 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 شالو، اسمعيني، أنا بروح، أنتوا اطمنوا، لا تخافوا. أيوش أهانا، انتبهي عليهم. أيوش دير بالك، ما بدي يصير شي للك. شو ليش عم تقولي هيك؟ شو بده يصير؟ ما رح يصير شي، وأنتي خليكي. يلا طمنا. ليش لاكشمي راحت لهنيك؟ ما عندي فكرة، لا تخافوا، راحوا يشوفوها. لاكشمي سونيا، فيك تعرفي لوين راح؟ ثواني. أيوش أيوش استنى، لوين رايح؟ رايح ساعد لاكشمي. أيوش ما طول. ليش طفى موبايله؟ معقول يكون طفى الموبايل قصدك؟ ماما ما لقيت ريشي، دورت عليه بكل البيت. شو؟ مو معقول، معناها هو مع لاكشمي هلا، ومتأكدة هو مستحيل يكون راح لمكان تاني. نيلام نيلام لوين رايحة؟ فير منعنا. كاريشما خليني روح شوفه، أنا لازم روح شوف إذا ريشي هنيك، بدي أطمن عليه، خليني. لا نيلام مستحيل، أنت بتعرفي قديش المكان خطير، أنا ما رح خليك تروحي لهنيك بنوب. نيلام لا حبيبتي لا تروحي لهنيك، أنا ندماني لأني بعدت لاكشمي لهنيك، وحاسة بإحساس بشع وخايف يصير لشي وقتها شو منساوي. لا 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 تروحي لهنيك، ما رح خليكي وسكري على القصة بترجعتي. حماكي أنا مالي خايفة على حالي، أنا خايفة على ريشي. ريشي؟ ريشي هنيك؟ ايه بظن ريشي هنيك. معناها لازم تطمني وتتمني لهم يرجعوا سالمين. ريشي رح يساعد لاكشمي أكيد، ولاكشمي ما رح تسمح إنه ريشي يتأذى، اثنيناتهم رح يساعدوا بعض، لهيك ما في داعي إنك تخافي أبدا. شو حالة المكان؟ خالي شو صار؟ أيوش ليش أجيت؟ أنت شو جابك؟ ما بتعرف المكان خطير يعني؟ مو خطير عليك أنت كمان؟ ومع هيك أنت أجيت؟ وليش اسمنا عائلة؟ مو مشان نساعد بعض لما يكون في مشكلة؟ بس شو يلي صار هون؟ ضويلي هون مبين إنه الوضع سيء كتير. بس بتمنى إنه لاكشمي تكون بخير لأنه هالمكان. بتمنى إنه تكون لاكشمي بخير لأنه المكان انهد. خالي ما راح يصير لها شيء، هي حدا منيح ومستحيل ينأذى، وأنت ما نك راضيان عليها؟ يلا لكان خلينا نلاقيها. يلا أنت روح دور هنيك. يلا وأنا راح دورها، وأنا كمان راح دور منيح. يلا عمي عمي صار لك أنا شي. منيح منيح خلص قولي يمك طمن. طيب طيب امشي على محل. أنا منيح خلص. طيب خليك هون نحن مندور ايه عليها، لا تقلق نلاقيها. ايه. أنت منيح خالي؟ ايه أنا صرت منيح. أيوش هلأ منكمل هون، بس في حيط. خالي خلينا نهده. شو؟ أيوش هي مخاطرة كبيرة. وين المخاطرة؟ المخاطرة أنه إذا منهد الحيط يمكن تكون لاكشمي وراه، وساعتها منكون عم نعرضها للخطر. لا لا تهد شي، لا معه حق مستحيل. خالي. لا تعمل هيك شي أبدا، نحن ما بدنا لاكشمي تتأذى، فكروا منيح ماشي؟ أنا متأكد أنه في طريق لجوا، دور. شفت شي أيوش؟ لاكشمي اهدي، ما رح يصير شي لريشي، طمني بالك لا تتوتري. كاريشما بتتذكري شو قالنا الحكيم؟ قال إنه مصير لاكشمي ممكن كتير يأثر على حياة ريشي، وقال إنه ريشي ممكن يضعف وتصير حياته بخطر كمان.
وانت شفتي ريشي شو بيعمل كرمالها؟ ممكن يعمل اي شيء مشان ينقذ لاكشمي، حتى ممكن يخاطر بحياته. لو ما وقفتيني كنت رحت على المستودع لحالي، انا بس كان بدي اشوف ريشي واطمن عليه. نيلا، انت متاكده انه ريشي هوني؟ انت ما عم تصدقيني كريشما؟ انت شي مره شفتي لاكشمي واقع بمشكله وما كانوا سوا؟ ريشي مستعد يلف الكره الارضيه بس مشان ينقذ لاكشمي. لاكشمي! أيوش! ما رح يصير لك شي! أنا هون! لاكشمي! شيلا! شوي شوي، ديروا بالكم! أيوش! لاكشمي! على مهلكم! أيوش! أيوش! شو في هون أيوش؟ أيوش! لاكشمي! لاكشمي! لقيت بس الشال وهالشي منيح. منيح ما أنا هون. بتمنى تكون بخير. معناها لاكشمي بخير. بس وينها؟ ويكرانت! لاكشمي! أيوش! إيه! مو هاد الموبايل تبع ريشي؟ هذا موبايله لريشي. إيه؟ منيح كتير خالي، معناها ريشي هون مع لاكشمي. ما عاد في داعي نخاف، هنن بخير. مزبوط، لما بتكون لاكشمي وريشي مع بعضهم بيكونوا بخير وما رح يصير عليهم شيء. هلأ اطمنت، بس وين بيكونوا هلأ؟ لازم ندور خالي. لا أيوش، معقول يكون ريشي رجع على البيت مع لاكشمي؟ ايه ممكن، معك حق، يمكن ريشي أخذ لاكشمي على البيت. ايه ويمكن وقع الموبايل هون. صح، ريشي ما بده يترك لاكشمي، بيضل حقه وين ما بتروح. خالي يلا امشوا على البيت. بس لو هن طلعوا كانوا وصلوا على البيت او شفناهم على الطريق، يعني هن لساتهم علقانين بهالمكان، لازم ندور عليهم. مزبوط، ولازم نلاقيهم هلا. رح نلاقيهم خالي، بس لا تقلقوا، رح يكونوا مناح سوا ورح يطلعوا بخير. انا بتمنى من كل قلبي يا ايوش هالشي. اكيد طمن، لازم ندور. مو انت علمتنا هالشي؟ يلا انا رح لاقيهم. انتبه وين عم تمشي، على مهلك. وين ممكن يكونوا؟ قلت لك ماليشكا، لاكشمي عملت هالشي قصدا وراحت لهنيك لحالها. حطت القصة بظهر ستي مشان ما حدا يلومها، وبالآخر الكل يشفقوا عليها ويوقفوا معها. ما بعرف ليش ما حدا عم ينتبه على هالشي غيري. يا عمي حال البنت المثالية، أنا آسفة بس عائلتك ما لها أنظم بكتير.